ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وطيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. انا النهارده يا جماعه موجوده في انصار مول الشارقه عشان عندهم عرض حلو قوي، استرجع من قيمه مشترياتك 50% فورا، وكمان العرض ده موجود في انصار جاليري الديره والكرامه. احنا دلوقتي في الطابق الرابع في انصار مول الشارقه عشان عندهم اوفر حلو جدا على الاوت دور ايتمز. شايفين يا جماعه الحاجات هنا متميزه جدا وبجوده عاليه. الماركه اي ان اتش دي من البراندات الحلوه جدا في انصار مول شرقه. دلوقتي احنا لسه مكملين معاكم في قسم الادوات المنزليه والهاوس هولد عشان عندهم عرض حلو جدا جدا، اشتري بقيمه 200 درهم وتحصل على فاوتشر بقيمه 100 درهم. بصوا يا جماعه العروض والحاجات اللي عندهم، عندهم اطقم متميزه جدا جدا من الكوبايات. الاطقم دي يا جماعه صناعه تركي كلها وصناعه يدوي، فبصوا الحاجات حلوه ازاي. بالنسبه لده كمان ده صناعه بولندي. الله يا جماعه على الديكورات الموجوده هنا في انصار مول للبيت، عندهم كوليكشن تحفه جدا من ديكورات البيت. شايفين يا جماعه الحاجات كلها بجد روعه. احنا دلوقتي في قسم الالعاب، عندهم العاب تجنن لكل الاعمار. بصوا الدباديب دي حلوه ازاي وكيوت. وطبعا الاجواء هنا في الامارات الفتره دي محتاجه تمشيه وخروج بالدراجات، عندهم تشكيله حلوه جدا جدا من الدراجات. وعايزه اقول لكم كمان ان التشكيله دي موجوده في انصار جاليري الديله والكرامه. عروض حلوه جدا ومتميزه على اكسسوارات الحمامات، طبعا براند اي ان اتش من البراندات المعروفه ومتميزه وعاليه الجو. احنا دلوقتي موجودين عند ادوات المطبخ، عندهم عروض حلوه قوي قوي، وكمان في عرض حلو جدا، اشتري بقيمه 200 درهم واحصل على فاوتشر بقيمه 100 درهم. شايفين يا جماعه التشكيله والالوان بجد في منتهى الشياكه والروعه. التشكيله يا جماعه جديده ومختلفه من ادوات المطبخ، شايفين منتهى الفخامه والشياكه، شايفين الديزاينات كمان الجميله. وطبعا الحاجات دي كلها موجوده في انصار جاليري الديره والكرامه. تشكيله جديده ومتميزه جدا من اطقم الكوبايات والاطباق. بصوا يا جماعه الحاجات والكواليتي عامله ازاي، بجد لازم تيجوا هنا وتجربوا بنفسكم. جينا دلوقتي على الجولدن سيكشن، شايفين يا جماعه جولدن سيكشن يعني الشياكه والفخامه. شايفين الديزاين والالوانات، كل الحاجات هنا عباره عن جولد، يعني بصوا منتهى الفخامه. ولسه مكملين معاكم في عروض انصار مول الشارقه. دلوقتي احنا في الطابق الخامس في قسم الاساس، عندهم اساس متميز جدا جدا، شايفين الشياكه، وكمان عندهم عرض حلو جدا، اشتري بقيمه 500 درهم واحصل على 250 درهم فاوتشر. يا جماعه لازم تيجوا تتفرجوا على غرف النوم اللي موجوده في انصار مول الشارقه. بصوا يا جماعه الفخامه والشياكه، عايزه اقول لكم ان غرفه النوم دي مثلا صناعه ماليزيه. تشكيله الاضواء هنا خيال، شايفين يا جماعه الجمال والفخامه. عايزه اقول لكم كمان الحاجات دي كلها موجوده في انصار جاليري الديره والكرامه. لازم تيجوا هنا تشوفوا تشكيله السجاجيد، عندهم تشكيله روعه، شايفين الجوده عاليه جدا وفخمه جدا جدا. لازم تيجوا هنا تشوفوا، عندهم تشكيله حلوه جدا، كل السجاجيد هنا يا جماعه صناعه ايراني وبلجيكي وتركي، لازم تجربوا بنفسكم. كان نفسي قوي 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 من زمان في السوينج تشير ولقيتها هنا. احنا دلوقتي في الطابق السادس في انصار برايس، عندهم تشكيله حلوه ورخيصه جدا، كل حاجه هنا بتبتدي من درهم لحد 23 درهم. احنا دلوقتي في قسم الاحذيه، عندهم حاجات رخيصه جدا جدا يا جماعه، احذيه اطفال، احذيه نسائيه ورجاليه، كل انواع الاحذيه موجوده. شايفين يا جماعه الاحذيه بتاعت الاطفال قد ايه تشكيله متنوعه وحلوه قوي.